لنا شوي على السوق، شنو احوالي شنو امور السوق؟ تعب ياسر، تعب برشا برشا السوق. ثم برشا قوانين جديده تحكم عليك باش تولي تحبس ولا تستنى شنو اللي تنتظر باش تعمل الدوله شنو هذيك. هو حابس ديجا شتوش فارغه التوسو. لو قوانين كثرت ياسر ومش في بالهم انه قشار تاع كراها بيصور ياسر ملايين باش يزيد، وحاجه فارغه باش يعيش ولد. برشا تحدثوا على التخفيض اللي متجهه فيه الدوله بخصوص السيارات الكهربائيه بنسبه 50%. شنو رايك انت في السيارات الكهربائيه؟ تشوفها تنجح في تونس ما تنجحش؟ اسوقها باش تكون مقبوله في المتناول ولا كيفاش؟ بالنسبه للسيارات الكهربائيه الخارجه تو مش تعرف حاجه ما شفتهاش، خلاص يلزمك تمارسها على الاقل 3-4 سنين باش تعرف شنو سياره كهربائيه تجي راك نمشي في الطريق في الليل باش نطيحهم بان باش نطبطب على دار نقول لك باش تشارجي كهربتي. راهي هذه معناها مازلت ما تعرفهاش، هذه موجوده ما نحن مازلنا ما نعرفوا حتى شيء الا ما 3-4 سنين باش تعرف السياره الكهربائيه هذه ناجحه ولا مش ناجحه. واكيد ماهيش باش تنجح، هي تمشي بالليسونس وما نجحتش خلي باش تمشي كهربائيه، هذه ما تزيرش اصلا. العالم تطور تو معناها مهما كنت تطور نتاعو، العالم نتاعو احنا هو العالم في روحه قاعد ينظر للسيارات اللي خرجوا فيها ماكس 4-5 سنين وطيش كرب، مش كيما السيارات القديمه تنجم تطول معاك كيما تحب. وما عادش يساعدها موصل باش ينجم يخرج لك كهرباء تقعد لك 10 و15 سنه تعاني. دونك انا يولي يخدم 3-4 سنين كهرباء طيش خذ واحده بعدها غيرها كل حاجه راهو توسكي الكترونيك ولا كراهب ولا حاجه كلها كيك. العالم عاش يساعد باش يخلي الكهرباء تقعد لك 20 و30 سنه وتقاوم. صعيب ياسر، علاش تو الشعب كله ناقص يراجع للكهرباء القديمه؟ السيارات الجديده راهي ضربه واحده طيش ما عادش تلقى فيها حتى شيء. تعمل بالكهرباء هذو جديده باش تعمل اكسيدون برا شوفها اول في راي تقول ديريكت عاد اليهوديه من غير ما تناقش. برا على القديم تنجم اله تبدل والكل شيء تبدل العالم الكل تبدل. شنو ينقص سوق الكراب المروج؟ برشا برشا الميت يتشكيو من السوق يقول لك ما عادش فما حركيه، ما عادش فما بيع، ما عادش فما علاش؟ شنو ينقص؟ شوف الضعف المادي راه عنده دور. هذه الحاجه الاولى. اني باش ناخذ كهرباء توا باش نمشي نشري ثم اكيد تو بالنسبه للقشار ولا كساب ولا باش يمشي يشري كهرباء باش يتعدى يشري لها خطايا باش يشري خطايا نار خطايا باش تصلح كهربتك. شنو قطعة تلقاها قال قطعة كانت ب 3000 تولي ب 20 دينار، قطعة 20 تولي تلقاها ب 70، باش تخلط عليها معلم؟ يعني نحط كهربتي في الدار رقدها 3-4 أيام ولا شهر باش ناخذ قطعة باش نصلح كهربتي. هذه الموجود في تونس هذه ما نجحوش بها خلاص. هذيك علاش بالله تو واحد باش ياخذ كهرباء يعني ولد عنده عائلة أخرى زايدة تو تمسد كهربتي يعني يحب لك ليا شهر ولا اثنين ولا نلم بالفلوس باش نصلح الروتيلة باش نشريها نركبها نصلح كهربتي. هي ظاهرة خايبة خلاص. يعني النتائج مش ناجحه في تونس. توا احنا توا حابسين على الدنيا الكل محبسه على خاطر النتائج ماهيش ناجحه بالكل. ماهيش طريقه باش نعيشوا بها في تونس. زيادات ماهيش ولد كل جمعه، تو هذا منطق. كل جمعه تزيد الكهرباء؟ يا ولدي مش الكهرباء تزيد. يا اخي انا توا باش نلقى قطعه ب 20 نلقاها ب 70 كيف زيد كهربتي؟ كهرباء لا ماهيش شوف نعطيك حاجه باهيه برشا. بالنسبه للكهرباء نظيفه راهي مهما كان ديما غاليه. كهرباء تبدا نظيفه او ليطان نظيف راهي تقعد ديما نظيف. ديجا المره اللي فاتت ار 5 تبعت ب 12 مليون وماشي 35000 يعني كهرباء نظيف. مش يجي يقول لك او السوق غلا تلقي كهرباء، كهرباء تلقاها ملبزه وتجي تحب تبيعها نظيفه ما تبيعش نظيف. كهرباء نظيفه تبيع بصوم بصومها مهما كان نوعها. انا صوصيص تو كيما هذه فضلها على الكهرباء الجديد تو سياره شعبي نكبس بالتل ونسرح روحي. والسياره الشعبيه هذه جيب له دياغنوستيك وهز فاليز يخلط عليه في الجبل غادي باش يصلح لي كهرباء. مش منطق. ريت صوصيس اعز الكهرباء الموجودين، صوصيس دو صوصيس كليو بومبي كلهم ناجحين بالكدا بالكدا. علاش ناجحين وصومتهم غالي؟ على خاطر يعانوا بتاع القليل. باهي. بقديش سومو هذا بقديش؟ هذه ب 11 مليون. 11 مليون. خاطر الكهرباء نظيفه تشوف عليها. تطلع عليها 11 مليون. تطلع على الكهرباء وتشوفها تشوف الليطام تاع الكهرباء باش تلقى نظافتها. نظافتها الكهرباء نظيفه نظيفه تطلع عليها. تو نقدمها لك واسمعها كلها ايش تبع الكهرباء من داخل شوف من برا من داخل تبعت ب 12 اختها بالضبط. قديش عطاوك انت؟ اعطوني 10 و8. حبيت نبيعها ما نبيعهاش بالصوم هذيك على خاطر سامحني انت طالب فيها 11 واعطوك 10 و8 على 200 دينار رجعت على 100000 مش حطها 200 لقيتها انت 200 تو تمشي من لطرف لطرف وتدخل للسوق كان تلقى واحد يصور اكثر من 500 ولا 400000 نعطيك واش تحب. برشا يحكيو مثل قشاره يصوروا في الكهرباء في 15 مليون. هذه موجودين يمكن في المنام كي يقوم من الليل. لا قشاره يحكيو يقول لك انا نصور في الليل 5 مليون في الكهرباء. والله نكذب.
تعرف نكذبوا علاش؟ لاني مستحيل كهربه تلقى فيها 5 و4 ملايين. مستحيل 7 كهربه طارت 500 400 800 لاني الناس كل فاقت. فهمت؟ كساب توا ولا اكثر من القشار. يعرف سوم كهربته باش يهبطها ويعرف انت باش يتعب باش يفك عليا من السوق خليه له 300 باش يدبر راسه. اقتني من السوق والتعب والمشاكل خلي بيعها هو. السيارات الكهربائيه بحسب قانون الماليه الجديد باش يخفضوا في الادائيات نتاعهم بنسبه 50%. شنو رايك انت في السيارات الكهربائيه؟ تنجح ما تنجحش في تونس؟ نظنها تنجح، علاش لا؟ نظنها تنجح، علاش لا؟ سوق الكهرباء شنو احواله؟ السوق والله كله قشره. كله قشره السوق. يعني تتحكم فيه القشاره ولا السوق؟ الاكثريه قشاره الاكثريه. شنو عندك انت؟ أنا جرونديس. جرونديس قديش هذا؟ 32. 32 مليون. طالب فيها 32. طالب 32. قديش عطاوك؟ عطاوك 30. عطاوك 30؟ وقديش هذه وقديش عمرها؟ احكي لنا عليها شوي. ماشي 73,000. وعام 2017. بريمير ما وكاملة. بوات اوتو. بوات اوتو. 30 مليون ما يخلصش ولا؟ لا ما يخلصش. علاش تبيع فيها؟ السوم حتى ال 35. علاش تبيع فيها؟ والله نتاع صاحبي انا مش تاعي. غاليه الدنيا، غاليه الكراهب، دارت ما عادش ثم بيع وشراء توا، ولاو القشاره هذوما هم اللي يحكموا في السوق. ما خلاوش للناس، حتى الواحد يحب يجي زوال يحب يشري كهرباء ما ينجمش يشري. خاطر لا يخليوه لا يشري ولا اللي جاي يبيع ينجم يبيع. ربي يهدينا على بعضنا. حسب الكلام اللي شفناه وحسب قانون الماليه الجديد، الدوله متجهه باش تخفض في ادائيات السيارات الكهربائيه، معناها المعلومه الديواني بنسبه 50%. في رايك السيارات الكهربائيه باش تنجح في تونس وباش يصير عليها اقبال ولا كيفاش تشوف؟ يصير عليها اقبال ان شاء الله، وكان تنجح المواطنين هم اللي ينجحوها. المواطن هو اللي بيدو كل شيء ينجم ينجح، اذا كان مواطن ايجابي راه كل شيء ينجح، واذا كان مواطن سلبي شنو تحب تعمل؟ الحمد لله وقعوا. الدولة أو الديوان وقت اللي تخفض 50% في رأيك باش تكون رخيصة السيارة في تونس، السيارات الكهربائية ولا كيفاش؟ أنا باش نعطي رأيي، ما نعرفش أصل هي سعرها قديش. أبدأ من الأول ما نعرف سعرها قديش. أنت حسب رأيك؟ حتى ولو هي المرة الأولى تكون هكا معناتها شوية غريبة شوية، من بعد إن شاء الله بعون الله كل شيء يمشي إن شاء الله. هكذا قاعدة حابسة. حارسة مركي. يا لطيف شفهم. ما دام شيء مش بعد سير كهرباء ما شري حد. السوم غالي. كهرباء نظيفة غالي. لكن السوم ما دامش باش تو تاخذ كهرباء ب 30 مليون ولا ب 25 مليون ما دامش شكون يشري بعد شيء تلقى السوم غالي تلقى كهرباء نظيفة لكن نفسير نفسير ولا مرجعوا نفسير. نفسير حتى اللي رجعوه. تابعتك المهندرة؟ اي نعم. شنو احوال؟ لا كل شيء دور يجي الله مصني يعني به ماشي 170,000. ايه؟ دوزيام ما تنجم تقول. ايه؟ اقل من سوم جديد. اقل من سوم سوم هاي قديش سوم؟ 22. 22 مليون. هاي بي سامحني اليوم التوانسه برشا يتذمروا من المهندرة. لا مو سهل تاع الزوالي هذيك. تاع الزوالي. ليش يجي تو ب 60 وب 70 وب 80 مليون. اللي ما عندوش يعمل يشري هذيك باش يخدم يدور الزور ويخدم على الروح. وقطايعها رخيصه ماهيش غاليه جابوا لها قطايع رنتابل حتى موجود. فهمت اخويا؟ سمحه تعبي وتخدم بها شطر تونس كامله تخدم بها تو. كان جات ما تخدمش احنا ما نشروهاش وما نبيعوهاش. سامحني قداش عمرها؟ 2017. 2017 وب 22 مليون. هاي هي بليش؟ بليش؟ سيارة فلاحية، سيارة نتاع بضاعة نتاع. سيارة فلاحية. عندك هذه وطاطا تو كل دالجي. سيارة نتاع انسان ماشي ياكل خبز. ياكل خبز، قداش شريتها انت؟ نعم. قداش شريتها؟ خذيناها ب 21. يعني انت قشر. ايه ندبروا في روسنا. لقطوا حويجه هكا تري هكا ناخذوا حويجه نظيفه اخويا فهمت ب 21 مليون ونظفتها وخسرت عليها سامحني وبدلت لها قطايع علي اكيد نقصدها حاجات هذه ما تبدل فيها شيء هي تنظيفها كل شيء وهذا كل معناها وشريها ب 21 شنو ربحك حاجه جديده ما فيها شيء اي شنو ربحك انت معناها خير البركه خير من الفلوس راه فيه البركه المهندره ميكانيك عادي كابل مازوت عادي اللي ما عندوش مثلا 50 60 مليون يسيزي مثلا كيف هذيك سيري 5 سيري 205 هذيك تمشي خويا ب 50 مليون اللي ما عندوش يعمل يشري كهرباء كيفك
يدهدها روحه يخدم على روحه ما بهم شيء. لونترتيان تاعك تبدل لونترتيان تبدل كل شيء مزبوط عادي ب 22 مليون ماهيش غاليه. 22 مليون سامحني والدوم هذه معناها كاسحه تقاوم الناس الكل تخدم بهم. هاو الناس الكل تخدم بهم، هاي تونس كامله ما بها بهم. هذاك اللي موجود تو الزوالي شامل ما يخدمش يخدم على روحه. حتى جديد يجري ولا بيقارن يجري بجديد. موجود اقطياعهم كل موجودين حتى في البيس دو روشونش جابوهم كل شيء موجود.